في 4 مستشفيات في محافظة البحيرة فازوا بجوائز عالمية في علاج مصابي السكتات الدماغية، وده 3 جوائز ذهبية وجائزة بلاتينم واحدة بس. الجوائز دي مقدمة من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization. احنا معانا على التليفون الدكتور هاني جماعة وكيل وزارة الصحة في البحيرة، نتعرف منه على كل التفاصيل. صباح الخير عليك يا دكتور ومبروك الجوائز. صباح النور على حضرتك يا فندم، وصباح النور على كل الساده المشاهدين. اكيد الجوائز دي حصيله مجهود كبير حصل في البحيره والمستشفيات اللي متوزعه في مختلف الاماكن. انا عارفه انهم 3 مستشفيات حصلوا على جوائز ذهبيه ومستشفى واحده حصلت على جائزه بلاتينم. إيتاي البارود ورشيد المركزي وصدر دمنهور حصلوا على الجائزه الذهبيه، واعتقد كفر الدوار العام هي اللي حصلت على البلاتينم. ليه خدنا جوائز ذهبيه وليه خدنا بلاتينم واشمعنا المحافظات دي او المستشفيات دي؟ اولا انا بشكر حضرتك على القاء الضوء على الجوائز المهمه اللي خدتها مستشفيات محافظه البحيره، وده كان بروجكت احنا بداناه ومشروع بداناه من سنه تقريبا. واول ما كان بدانا هذا المشروع ما كانش فيه عندنا هنا في محافظه البحيره ولا وحده لاذابه الجلطه الدماغيه. ووحدات اذابه الجلطات الدماغيه ديت الفكره بتاعتها ببساطه ان الوقت بقت الجلطه بتاعت المخ لها علاج، بس اهم حاجه في العلاج دوت ان هو يتاخد في خلال 4 ساعات من بدايه حدوث الجلطه. العلاج ده بيقوم يدوب الجلطه، وكل مشاكل الجلطه اللي بتعتبر من اهم اسباب الوفيات وممكن بنعتبرها السبب الثاني للوفاه ما نخشش فيها، وهي تعتبر السبب الاول للديسابيلتي اللي هي اعاقات اللي بتحصل في الجسم، فكده ما نخشش فيها، بس اهم حاجه ناخدها في خلال 4 ساعات. الدواء ده كمان الدوله بتوفره بالمجان، يعني الحقنه ديت بتبقى تكلفتها تقريبا اكثر من 11000 جنيه، الدوله بتوفرها بالمجان للمواطن سواء كان على نفقه الدوله او بتديها له من التامين الصحي الشامل. محافظه البحيره بتتميز الحمد لله ان احنا عندنا في محافظه البحيره 5 وحدات لاذابه الجلطه الدماغيه، وده اكبر عدد من وحدات اذابه الجلطه الدماغيه في الجمهوريه كلها. معظم المحافظات وحدات حكوميه، معظم المحافظات اما واحده او 2، لكن الحمد لله عندنا في البحيره 5. ومش بس احنا عملنا ان الوحدات بس موجوده عندنا، لا، ان الوحدات لازم تؤدي دورها بجوده وكفاءه عاليه، وده اللي بتركز عليه الورلد ستروك اورجانيزيشن المنظمه العالميه للسكتات الدماغيه. احنا الجائزه ديت عباره عن اداء الوحدات خلال الربع السنه الثاني من عام 2023. كان الربع السنه الاولاني كان عندنا بس محافظه البحيره فيها مستشفى كفر الدوار العام فقط اللي كانت خدت على الجائزه الذهبيه. الربع السنوي الثاني كفر الدوار ارتقت للمستوى الثاني وخدت الجائزه البلاتينيه، ودخل عندنا كمان 3 مستشفيات تانيين اللي هي إيتاي البارود ورشيد وصدر دمنهور وخدوا الجوائز الذهبيه، وعندنا في جمهوريه مصر العربيه 14 مستشفى خدوا هذه الجائزه، معظمهم مستشفيات جامعيه، واربع مستشفيات من محافظه البحيره، وده اكبر عدد لمحافظه ان يبقى فيها مستشفيات واخده هذه الجائزه. طيب احنا بنركز بالذات على موضوع اذابه الجلطه الدماغيه عشان له حاجات كتيره. الجلطه الدماغيه ده مريض ممكن يفقد حياته، ممكن لا قدر الله يجيله شلل، بيفضل فتره طويله تحت العلاج عالميا. ده يمكن يكون السبب الثاني في الوفاه. بالفعل هو السبب الثاني للوفاه. بالفعل يا فندم هو السبب الثاني للوفاه، وان احنا نلحق العيان دوت ربنا يكتب لنا ثوابه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كمان ان لما بنيجي نشوف بنسبه اقتصاديات الصحه وتاثير الجلطات مثلا، نلاقي ان 30% على الاقل من المرضى اللي محجوزين في العنايات المركزه دول جلطات دماغيه ما تلحقوش، جم بعد ال4 ساعات. لو احنا قدرنا بقى خلال ال4 ساعات الوضع الحالي دوت نلحقه هتفرق معانا كتير. هستأذن سيادتك علشان الجمهور يبقى عارف فضل. هو امتى نشك ان اللي قدامنا دوت عنده جلطه دماغيه؟ انا كنت هسأل حضرتك ازاي نقدر نبقى عارفين احنا في البيت علشان
ما نضيعش الوقت الاربع ساعات اللي حضرتك بتقولهم. شكرا جزيلا لحضرتك على السؤال المهم ده، وده اهم حاجه عندنا. احنا عندنا عيان بيبقى طبيعي جدا، مثلا ممكن وهو بياكل المعلقه وقعت من ايديه، او حصل اختلال في جسمه بقى مش قادر ان هو يظبط جسمه، او يحصل تنميل جامد في ايديه فجاه، او كان مثلا واقف وقع او بيصلي وقع بدون اي حاجه كده، لازم نفكر في كلمه كده ويا ريت كلنا نبقى عارفينها، كلمه فاست. كلمة فاست سريع. كلمة بتتكون من أربع حروف بمعنى سريع زي ما سيادتك تفضلتي، ولازم يبقى تفكيرنا سريع. أول حرف اللي هو الإف، الإف ده بيرمز للفيس، الوجه، في علامات بتظهر على الوجه، بقول للمريض بتاعي انفخ وبقك مقفول شفايفك مقفولة، فلما ينفخ وشفايفه مقفولة مفيش هواء بيخرج من أحد الناحيتين. نعم. لكن لو في ضعف عنده الهواء هيخرج من ناحية هنا أو الناحية هنا، يبقى هوا يخرج من ناحيه من الاثنين، ما هوش بس متحكم. لو حد عن مريض عصب خامس او سابع مش هيبقى متاح له حاجه زي كده يا دكتور، ولا احنا بنبقى عارفين المريض بيبقى عامل ازاي؟ لا، لو مريض عارفين قديم الهيستوري وعنده العصب بتاعه السابع، يعني. لو مريض عنده عصب السابع هيبقى نفس الاعراض موجوده عليه. نعم. لكن حتى ولو انا مانيش عارف اذا كان ده عصب سابع ولا اذا كان ده جلطه، المهم يبقى في دماغي الفكره وهتوجه للطبيب هو اللي يقول لي. فاول حرف اللي هو الاف، ثاني حرف اللي هو الاي، اقول للمريض ارفع ايدك كده او ادعي معايا كده، فلو رفع ايده ما عرفش يرفع الايد الثانيه، او رفع ايديه الاثنين وايد نزلت ما قدرش يتحكم فيها وفضل متحكم في الايد الثانيه، يبقى ديت العلامه الثانيه اللي احطها في بالي. بعد كده ادخل على العلامه الثالثه وهي الاس، سبيكينج، قول اسمك كده او قول جمله ورايا، يقول لي مثلا اسمي ابراهيم السيد، الاقي فيه لعسمه في الكلام، ساعتها ده مش طبيعته في الكلام، يبقى ده الحرف الثالث. الثلاث حروف دول على العيان، لكن الحرف الرابع بتاعنا اللي هو التي، الطيب، العيان ده لازما خلال اربع ساعات الحقه ياخد الحقنه لاذابه الجلطه الدماغيه. نعم. العيان ده اعمل له ترانسفير، تي ترانسفير، على وحده ومستشفى فيها اذابه الجلطه الدماغيه، ما اروحش على المستشفى القريبه عندي، ما اروحش على الوحده الصحيه. نعم. فاحنا مثلا في محافظه البحيره عندنا وحدات اذابه الجلطات الدماغيه موجوده في مستشفى رشيد، مستشفى ايتاي البارود، مستشفى كفر الدوار، مستشفى صدر دمنهور، مستشفى دمنهور التعليمي. عندنا خمس مستشفيات، وان شاء الله خلال السنه دي كمان هنزودهم، ممكن يخش معانا مستشفى دمنهور العسكري ومستشفى كوم حماده التخصصي. ما شاء الله. ان شاء الله هنزودهم كمان علشان نقدر نوصل لكل الناس. فالمهم كلمه فاست، ان يعني يبقى حضرتك تفكيرنا بتقول فيه. ان يتم التوجه لوحده اذابه الجلطات الدماغيه، مش لاي طوارئ قريبه، مش كل لو رحنا الأماكن لأي، بتبقى مؤهلة للتعامل مع الجلطات الدماغية. شكرا لحضرتك. هو لو رحت لأي مكان قريب بضيع دقائق من ذهبية الوقت. ولحظات ثمينة جدا على العيان، لازم أتوجه. ده إن دل على شيء، إحنا مثلا العيان بندي له الحقنة ديت من غير ما نعمل له أي ورق، بنعمل استكمال الورق بعدين، سواء كان علاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي، ده علشان خاطر اللوجو اللي حضرتك موجود على يمين الشاشة وهي الجمهورية الجديدة. إحنا رايحين لجمهورية جديدة، جمهورية عايزة حياة كريمة لكل مواطنيها، تقدم لهم صحة ذات جودة عالية. طبعًا. حافظ الله يا رب مصر وأهلها وشعبها من كل مكروه وسوء. وأقدم كل التحية وكل الشكر للجيش الأبيض اللي موجود في هذه الوحدات وهذه المستشفيات، اللي بيبقى سبب في حياة وإنقاذ حياة المرضى. كل الشكر والتقدير لكل الفرق الطبية، سواء كل الشكر كانوا ليك يا أطباء دكتور. تمريض بس ولا خلينا مساعدة. نسأل سؤال كمان مهم جدا، الناس تبقى عارفة تتوجه إزاي للأماكن، يعني في أي صفحات على فيسبوك أو أي منشورات بتعملها وزارة الصحة الناس تبقى عارفة وحدات إذابة الجلطات الدماغية دي موجودة فين؟ وهل لو إحنا ساكنين في مكان ما فيهوش وحدة قريبة، الوحدة الأقرب في المحافظات اللي حوالينا ممكن تكون مؤهلة لاستقبال حد من محافظة تانية؟ طبعا استقبال اي حد من اي محافظه في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، سواء مصري او غير مصري، بنستقبل الجميع في كل محافظه فيها اماكن. لو انا مش عارف ممكن بتصل
حتى 123 رقم الاسعاف، هو هيقول لي او هو هينقلني للمكان اللي فيه وحده اذابه الجلطه الدماغيه. لو انا مش عارف، المستشفيات الجامعيه معظمها فيها وحدات اذابه الجلطه الدماغيه، او المستشفيات الكبيره في المحافظات. يعني مثلا لو بقول اسكندريه، اسكندريه الجامعي موجود فيها، بقول للقاهره عين شمس، معهد ناصر، بقول للمنصوره مثلا المنصوره الدولي، بقول دمياط التخصصي، كفر الشيخ، كفر الشيخ العام، المنوفيه في شبين الكوم التعليمي، بنقول في الغربيه طنطا الجامعي. معظم المستشفيات الجامعيه بيبقى فيها، والمستشفيات الكبيره في المحافظات. واي مريض بيتوجه من اي محافظه احنا بنتعامل معاه ده كمريض مصري، وبتقدم له خدمه كامله ان شاء الله. اكيد دي الخدمه المحترفه اللي بتقدم من قبل الوحدات يا دكتور، لكن اهل المريض او المريض نفسه لو هو موجود لوحده ومعهوش حد يساعده، هل في اي اجراء يقدر يتخذه علشان يقلل من الدامج او يقلل من الضرر لغايه ما يقدر يوصل المستشفى؟ مش مطلوب من العيان غير ان هو الراحه، معهوش حد يطلب 123، هيجي له طقم الاسعافي هياخده من مكانه ويوديه لاقرب مكان فيه وحده اذابه الجلطه الدماغيه ويتم التعامل معاه ان شاء الله. شكرا جزيلا على السؤال ده المهم، عشان هنا في السؤال دوت بيحصل بعض الخلط. عيان مثلا ممكن يقول انا اخد دواء يدوب الجلطه، اخد حبايه اسبرين، او ياخد اشرب حقنه ميه من اللي او يدوب اشرب الجلطة. سوائل، ممنوع ياخد اي حاجه. عايزين العيان يفضل زي ما هو، ما ياخدش اي حاجه، ويتم التوجه للمستشفى، هو هيتم التعامل معاه التعامل الامثل والانسب لحالته داخل المستشفى. اكيد كل الشكر ليك دكتور هاني جماعه، وكيل وزاره الصحه بالبحيره، شكرا جزيلا لحضرتك.